السلام عليكم، أهلا وسهلا بتلاميذنا الحلوين، وياكم المعلمة حنين جعفر، معلمة الصف الأول الابتدائي من مدرسة القيم الأهلية. نكمل اليوم سلسلة دروس التفاعلية لمادة اللغة العربية. درسنا اليوم ناهدة تلميذة. من خلال درسنا اليوم سنتعلم التاء المربوطة وكيف نميز بين التاء المربوطة والتاء المفتوحة وكذلك حرف الهاء. في نهاية درسنا أكو لعبة، فقط مطلوب منكم حتى تشاركون بالدرس وباللعبة تجلسون الجلسة الصحيحة أمام الكاميرا، والاستعداد والانتباه للدرس حتى تشاركون ويانا وتكون إجاباتكم صحيحة. الآن راح أعرض لوحة النجوم للأبطال اللي شاركوا بإنجاز واجبهم الدرس السابق، درس هلال العيد وكذلك هذا ولد. راح أعرض الآن لوحة النجوم وأقول لهم أحسنتم يا أبطال وأحسنتم يا نجوم القيم، وبارك الله بكم يا شطار. الآن تلاميذ الأبطال راح نبدي درسنا. أطلب من عندكم الجلوس الصحيح أمام الكاميرا. أريد أشوفكم أبطالنا الحلوين أمام الكاميرا بالصورة الصحيحة. أولياء الأمور، أتمنى لو تفسحون المجال للتلاميذ حتى يظهرون أمام الكاميرا. راح نبدي درسنا اليوم أبطالنا الحلوين. راح نراجع بالبداية. إحنا أخذنا سابقاً التاء المفتوحة، ويكون هذا هو شكلها التاء المفتوحة. هذا شكل التاء المفتوحة، أخذناها في درس بنات. بنات تنتهي بالتاء المفتوحة، بنات. إذا لاحظ الفتحة في التاء في نهاية الكلمة. وكذلك أخذنا حرف الهاء ويكون هذا شكله إذا كان في نهاية الكلمة متصل وكذلك منفصل. إذن هذا حرف الهاء أخذناه في درس مياه. مياه تنتهي بحرف الهاء، مياه مياه. الآن يا أبطال درسنا اليوم هو التاء المربوطة. التاء المربوطة يكون هذا هو شكلها، تشبه حرف الهاء. بس شنو الاختلاف؟ الاختلاف النقاط فوق رأسها. من خلال هاي النقاط نميز التاء المربوطة. مثلا موجودة عندي في كلمة ساعة، ساعة. الآن تلاميذنا الأبطال عرفنا التاء المفتوحة يكون هذا شكلها، حرف الهاء يكون هذا شكله، أما التاء المربوطة فهذه هي شكلها باللون الأحمر. زين، شلون نميز بين التاء المفتوحة والهاء وكذلك التاء المربوطة؟ سهل جدا أبطالنا الحلوين، التاء المربوطة حرف مميز جدا.
عند الوقوف عليه ساكن بدون حركة، إذا شفنا الحرف بدون حركة يلفظ ه بصوت حرف الهاء، أما بمجرد أن نضع الحركة عليه يلفظ بصوت التاء. خلينا نأخذ أمثلة. في المثال موجود أمامكم حرف التاء المفتوحة في كلمة بنات، راح نخلي نفس الكلمة ولكن نضيف حركة على حرف التاء. بنات، 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 بنات. التاء بعد ما تغير، صوت التاء ما تغير، فقط ضفنا الحركة. بنات، بنات. إذن صوت الحرف موجود. أما بحرف الهاء كذلك نفس الطريقة. مياه، 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 مياه. إذن صوت الحرف بعد موجود، ده ألفظ حرف الهاء بعد موجود. أما في التاء المربوطة في كلمة ساعة، إه، ده ألفظها بالإه، ساعة. ولكن خلي نجرب، إذا خلينا عليه الحركة شنو راح يلفظ؟ ساعة، ساعة، تن، تن. تغير صوت الحرف، التاء المربوطة تغير صوتها. ساعة، ساعة، تن، تغير صوت التاء المربوطة. إذن أبطالنا الحلوين، خلوا هذا القاعدة بعقلكم، ومن خلالها راح نميز. راح أسألكم هسه بعد ما أخلص هاي الكلمات، راح أوجه لكم الأسئلة وأقول لكم شلون نميز التاء المربوطة. من هي ساكن تلفظ ه، ساعة، ماكو عليها حركة، ساعة. ولكن بمجرد أن وضعنا عليها الحركة أصبحت ساعة، تن، تن، ألفظها بالتاء، تن، تن. ساعة، إه، بالهاء إذا كانت ساكنة، ساعة، ساعة، تن. تغير صوت الحرف. الآن نأخذ أمثلة أخرى. في الصورة الموجودة أمامكم قطة، صورة قطة جميلة. شلون نكتب كلمة قطة؟ قطة تكتب بهذه الطريقة بالتاء المربوطة. قطة، إه، ألفظها بالإه. ليش ألفظها بالإه؟ لأنها ساكنة، قطة. ولكن خلي نجرب نخلي عليها الحركة. قطتو، قطتو. أحسنتم، أريد الشطورة قاعدة تردد ويانا الآن. قطتن، قطتو، قطتو. زين، إذا وخرت الحركة قطة، قطة، ألفظها بصوت حرف الهاء. قطة، إه، قطة، قطتو، قطة، قطتو. إذن صوت الحرف ده يتغير، وبهاي الطريقة أقدر أميز بين التاء والهاء، بين التاء المربوطة وحرف الهاء. وحرف التاء المربوطة مميز جداً يا أبطال، فإن صوته يتغير في حالة الساكن وفي حالة المتحرك. الآن بالصورة الموجودة أمامكم صورة زهرة، زهرة. كلمة زهرة تكتب بهذه الطريقة، في نهاية الكلمة نجد التاء المربوطة. زهرة، إه، بألفظها إه، زهرة، بألفظها بصوت حرف الهاء. ولكن يا أبطال خلي نجرب نخلي عليها الحركة. زهرة، ت، زهرة، ت. إذن أصبحنا نلفظها بالت، زهرة، ت، زهرة، زهرة، ت، زهرة، زهرته. الآن أبطالنا الحلوين، التاء المربوطة حرف مميز ميزناه من خلال صوت الحرف. إذا كان ساكن بدون حركة يلفظ ه، زهرة. ولكن عندما وضعنا عليه الحركة أصبح يلفظ بصوت حرف الت، زهرته،
زهرته. وفي الصورة الأخرى موجود عندنا طائرة. طائرة، كلمة طائرة تكتب بهذه الطريقة، تكتب بحرف التاء المربوطة. زين أبطالنا الحلوين، شلون نعرف إذا نكتبها بالتاء المربوطة أو بالهاء؟ شلون راح نعرف؟ سهل جداً، طائرة تلفظها بالإه. زين ليش ما خليت إه بدال التاء المربوطة؟ ما يصير نخلي إه، لأن حرف الهاء حرف ثابت صوته ما يتغير، ولكن التاء المربوطة خلينا نجرب نخلي عليها حركة. طائرة تن، طائرة تن، تغير صوتها، طائرة طائرة تن. جربوا وياي، كنا نردد طائرة طائرة تن. أحسنتم، أنا أشوفكم بالكاميرات. طائرة 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 تن. تغير صوتها لو ما تغير؟ أكيد تغير صوتها، طائرة إه تلفظها إه، طائرة طائرة تن. الآن صار صوتها بحرف التاء، طائرة تن. الآن تلاميذنا الأبطال بهذه الطريقة نميز التاء المربوطة. أما الآن سننتقل إلى قصة درسنا اليوم. قصة درسنا اليوم جداً جميلة، والآن استمعوا إلى قصة درسنا اليوم. ناهدة تلميذة، ناهدة تلميذة. هذه هي التلميذة، اسمها ناهدة، وهي تلميذة حلوة وشطورة ونظيفة مثلكم يا أبطال. ناهدة تلميذة نشيطة، ناهدة تلميذة نشيطة. إذا نشوف تلميذة ناهدة قاعد تقرأ بالكتاب قراءة مثل الكتاب الموجود عندكم، هي شطورة مثلكم. ناهدة تلميذة نشيطة. تذهب إلى المدرسة، تذهب إلى المدرسة. هنا التلميذة راح تروح للمدرسة. عندها كرة تلعب بها، عندها كرة تلعب بها. وعندها ساعة كبيرة تعرف بها الوقت، وعندها ساعة كبيرة تعرف بها الوقت. الآن أبطال الحلوين، من بعد ما استمعنا إلى قصة ناهدة رح ننتقل إلى كلماتنا الجديدة. شريد من عندكم؟ أريد من عندكم تكونون جاهزين ومستعدين وتنتبهون وياي من أقرأ الكلمات، لأن رح تقروها بعدي وتقسموها إلى مقاطع، ورح أسألكم على التاء المربوطة. فأريد من عندكم تكونون جاهزين ومنتبهين حتى تقدرون تجاوبون إجابات صحيحة. أول كلمة ناهدتو، ناهدتو. كلمة ناهدتو تنتهي بالتاء المربوطة، والتاء المربوطة حرف مميز جدا، إذا وخرنا الحركة من عليه ناهدة ناهدة، وإذا وضعنا الحركة ناهدة ناهدة. أما الكلمة الأخرى فهي
تلميذة في نهاية الكلمة نوجد حرف التاء المربوطة. إذا وخرنا الحركة تلميذة وإذا وضعنا الحركة تلميذة والكلمة الأخرى فهي كلمة نشيطة نشيطة في نهاية الكلمة نجد التاء المربوطة ويوجد عليها تنوين الضم نشيطة زين أبطال الحلوين إذا وخرنا تنوين الضم شنو راح نقراها؟ نشيطة وإذا وضعنا التنوين نشيطة أما الكلمة الأخرى فهي كلمة المدرسة في نهاية الكلمة يوجد التاء المربوطة إذا وخرنا الكسرة من على التاء المربوطة راح نقراها مدرسة بصوت حرف الهاء مدرسة أما إذا وضعنا الحركة المدرسة والكلمة الأخرى فهي كلمة كرة كلمة كرة نجد في نهاية الكلمة التاء المربوطة كرة إذا وخرنا الحركة كرة أما الكلمة الأخرى فهي كلمة ساعة في نهاية الكلمة يا أبطال يوجد التاء المربوطة التاء المربوطة حرف مميز من نوخر الحركة ساعة وإذا خلينا الحركة ساعة والكلمة الأخيرة فهي كلمة كبيرة كلمة كبيرة تنتهي بالتاء المربوطة إذا وخرنا الحركة من عليها كبيرة وإذا خلينا الحركة كبيرة الآن حان دوركم أريد من عندكم تكونون جاهزين يا أبطال الحلوين وراح نبدي أول شيء نسأل حسين حسوني البطل هل أنت جاهز يا حسوني؟ نعم سامتي يلا يا حسوني الآن راح تظهر أمامك كلمة اقرأها اقرأها كلمة نعم بصوت عالي يا حسين ناهدة تو أحسنت بارك الله بك ناهدة تو هيا نقسمها إلى مقاطع ناهدة تو أنت رائع يا حسين أربع مقاطع أحسنت الآن حسوني البطل هل يوجد تاء مربوطة في كلمة ناهدة تو؟ نعم أين هي؟ آخر الكلمة أنت رائع ومتميز يا حسين في نهاية الكلمة يوجد التاء المربوطة حسون البطل ناهدة إذا وخرنا الحركة من على التاء المربوطة شنو راح نقرأها؟ نعم ناهدة أحسنت الفاظ بحرف اله ناهدة أما إذا خلينا الحركة راح تلفظ ناهدة أحسنت يا حسين وبارك الله بك يا رائع إجابة صحيحة الآن إيليا عفوا يا بطل الأبطال إيليا جاهزة إيليا يلا يا إيليا افتح المايك إيليا يلا إيليا الآن الكلمة الظاهرة أمامك اقريها يا شطورة أريدش تقريها بالطريقة المقطعية بدون أي مساعدة يا إيليا تل بصوت عالي
تل واحدة واحدة إيليا لا تستعجلين. تل مي مي تل مي مي تل مي تو تل مي ذا تل مي ذا تو عيديها تل مي تي تو صوت عالي يا إيليا. تلميذة تون تلميذة تون. يلا إيليا بصوت عالي. إيليا وياي تلميذة تون. إيليا هل يوجد تاء مربوطة بكلمة تلميذة تون؟ إيليا بصوت عالي هل يوجد تاء مربوطة بكلمة تلميذة تون؟ خير حروف. أحسنتي، في آخر الكلمة يوجد التاء المربوطة. الآن أريد من عندك تقرين الكلمة بدون التنوين. شنو راح نلفظ التاء المربوطة؟ إذا وخرنا الحركة أقريها. تلميذة. أحسنتي تلميذة. وإذا وضعنا الحركة شنو راح نقراها؟ تلميذة. أحسنتي إيليا وبارك الله بك، إجابة صحيحة. الآن ننتقل إلى تلميذ آخر، هاشم. هل أنت جاهز؟ هاشم الكلمة لك الآن، أقرأها يا بطل. رائع جداً يا هاشم، أحسنت على قراءتك الجميلة. الآن قسمها إلى مقاطع يا بطل. مقاطع نقسمها سوا. نشيطة. أنت رائع يا هاشم، نشيطة. شو كلمة نشيطة؟ هل تحتوي على التاء المربوطة؟ نعم مربوطة بها. أين؟ بالأخيرة. أحسنت، آخر الكلمة يوجد التاء المربوطة. الآن هاشم ماذا نلفظها إذا كانت ساكنة بدون حركة؟ إذا وخرنا الحركة شنو راح نلفظها؟ نشيطة. أحسنت، بصوت حرف الهاء. أما إذا وضعنا الحركة ماذا نلفظها؟ نشيطة. رائع ومتميز ومتألق يا هاشم، شكرا لك. عفوا يا أبطالي. الآن تلاميذنا الأبطال أريد من عندكم تجاوبون مثل هاشم وبقية أصدقاء من جاوبوا بدون مساعدة ماما أو بابا، لأن أنتم أذكياء وتقروهن وحدكم. الآن راح ننتقل إلى تلميذ آخر ونسأل جنى. جنى؟ نعم سانسي. يلا يا جنى الشطورة الكلمة لك، اقرأيها. نقرأها بصوت عالي. أحسنتي، المدرسة. كلمة المدرسة هيا نقسمها إلى مقاطع. يلا نصفقها سوا. المدرسة. أحسنتي جنى الشطورة، المدرسة. كلمة المدرسة هل يوجد بها تاء مربوطة؟ حبيبتي هل يوجد تاء مربوطة؟ أين هي؟ نعم. أين؟ آخر كلمة. رائع. الآن جنى أريدك تقرأين كلمة المدرسة ولكن بدون حركة على التاء المربوطة. شنو راح نقرأها؟ إذا حذفنا الكسرة نقريها بدون كسرة، شنو يكون صوت الحرف؟ مدرسة. رائع.
رائعة يا جنى. وإذا وضعنا الكسرة ماذا يكون صوتها؟ المدرسة. كسرة المدرسة. المدرسة. تي. أحسنتي جنى الشطورة، إجابة صحيحة. وهاي ماشا تقول لك أحسنتي. الآن ننتقل إلى تلميذ آخر، أحمد عمران. هل أنت جاهز يا أحمد؟ نعم. حمود الشاطر، الكلمة الآن لك، أقرأها. كرة. أنت رائع، بارك الله بك. كلمة كرة. تنسيح. إلى مقاطع. تنسيح. نعم. تنسيح. نعم. أعرفها تاء المربوطة. أنت رائع حمودي وشاطر ومتألق. الآن أحمد قريها وعايفة. أحسنت بارك الله بك. أين هي التاء المربوطة؟ في نهاية الكلمة. أحسنت. ما هسه نقسم الكلمة إلى مقاطع. مفتن كل الكتاب بالعربي. أحسنت، عاشت إيدك حمودي. الآن قسم كلمة كرة إلى مقاطع. كرة. كم مقطع؟ مقطعين. كرة. ثلاث مقاطع. ثلاثة. أحسنت يا أحمد. الآن حمود الشاطر اللي يقرأ الكتاب كله راح يجاوبنا، يقول لنا كلمة كرة إذا وخرنا تنوين الضم ماذا سوف تلفظ؟ كرة. كرة. أحسنت، بصوت الهاء. كرة. وإذا وضعنا عليها تنوين ماذا سيكون صوتها؟ كرة. أحسنت يا بطل الأبطال، وبارك الله بك يا شاطر. الآن تلميذ آخر ونسأل إبراهيم. هل أنت جاهز يا إبراهيم؟ نعم سانسي. برهوم الشاطر، الكلمة لك، اقرأها. ساعتون. ساعتون. أحسنت يا إبراهيم، كلمة ساعة. هيا نقسمها إلى مقاطع. ساعتون. رائع. كم مقطع؟ ثلاث مقاطع. ثلاث مقاطع. أحسنت. والآن إبراهيم، كلمة ساعة هل يوجد بها تاء مربوطة؟ نعم سانسي. أين هي؟ آخر الكلمة. آخر الكلمة. أحسنت. وكيف نقرأها إذا كانت ساكنة بدون حركة؟ شلون راح نقرأها؟ ساعة. بدون حركة، نوخر الحركة، شنو نقرأها؟ ساعة. 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 بالحرف الهاء. ساعة. وإذا وضعنا عليها الحركة ماذا سوف تقرأ؟ ساعة. رائع جدا إبراهيم الشاطر. وهاي ماشا تقول لك أحسنت. شكرا. عفوا يا بطل الأبطال. يارا، الآن يارا أريد من عندك تقري لي كلمة راح تظهر الآن. يارا نمير. نعم. يلا يا يارا، الآن الكلمة الظاهرة أمامنا شنو هي؟ كبيرة. أحسنتي، رائعة جدا يا يارا. هيا نقسمها إلى مقاطع. كبيرة. من كم مقطع يا يارا؟ أربعة. أربعة. أحسنتي يا يارا الشطورة. هل يوجد تاء مربوطة في كلمة كبيرة؟ نعم. أين هي؟ آخر الكلمة. في آخر الكلمة. أحسنتي. كيف نقرؤها إذا كانت ساكنة بدون حركة؟ شلون راح نقرأ الكلمة؟ كبيرة. أحسنتي، رائعة يا يارا. وإذا وضعنا الحركة ماذا سنلفظها؟ كبيرة. جدا متميزة يا يارا. أحسنتي. وهاي ماشا تقول لك أحسنتي.
شكرا سانسي. عفوا يا حلوة. الآن تلاميذ الأبطال الشطار استراحة لمدة دقيقتين. أطلب من عندكم تهيئون كتاب قراءتي خلال هذا الوقت على درس ناهدة تلميذة. بعدها رح أرجع ورح نقرأ الدرس وأنتوا تتابعون بكتابكم. استراحة لدقيقتين ومن ثم نرجع. تلاميذنا الأبطال نرجع ونكمل درسنا. راح نقرأ الدرس. أطلب من عندكم تتابعون القراءة بالكتاب. الآن أنا أشوفكم بالكاميرا، ارفعوا الكتاب حتى أعرف أنتو محضرين الكتاب. كلكم ترفعون الكتاب، أحسنتم. الآن أنا أشوفكم جاهزين. أين الكتاب يا دانيا؟ فهد أين كتاب؟ أحسنتم أحسنتم. الآن أنا أشوفكم كلكم رافعين الكتاب. علي أين الكتاب يا علي؟ أحسنت علاوي. الآن تلاميذ الأبطال راح أقرأ وأنتوا تباعون بكتابكم وتأشرون بإصبعكم حتى تقرون بعدي. راح أقرأ وتابعوا بالكتاب. ناهدة تلميذة. رددوا بعد يا أبطال. ناهدة تلميذة. ناهدة تلميذة نشيطة. ناهدة تلميذة نشيطة. تذهب إلى المدرسة. تذهب إلى المدرسة. عندها كرة تلعب بها. عندها كرة تلعب بها. عندها ساعة كبيرة. عندها ساعة كبيرة. تعرف بها الوقت. تعرف بها الوقت. أحسنتم يا أبطال. أنا أشوفكم بالكاميرا ترددون بعدي. الآن راح أقرأها مرة أخرى وكذلك ترددون بعدي. ناهدة تلميذة. ناهدة تلميذة نشيطة.
تذهب إلى المدرسة، عندها كرة تلعب بها، عندها ساعة كبيرة تعرف بها الوقت. والآن حان دوركم يا أبطال، أطلب من عندكم التلاميذ اللي شاركوا ينزلون إيدهم، والتلاميذ اللي ما شاركوا فقط يرفعون إيدهم. أي تلميذ شارك رجاء ينزل إيده، إذا بقى عندنا وقت راح أشارككم مرة أخرى. الآن راح أنتقل إلى تلميذ ما مشارك، محمد. افتح المايك يا محمد. محمد؟ نعم ست. يلا يا محمد الآن اقرأ الكلمة. ناهدة. تو. ناهدة تو. تلميذة. ناهدة تلميذة نشيطة تذهب إلى المدرسة. أحسنت محمد، شكرا لك يا بطل، قراءة صحيحة أكيد وبارك الله بك. تلميذ آخر أريد يكمل القراءة، وراح أسأل، أعتقد أريد ما كاتبة اسمها، أريد إلى الآن ما كاتبة اسمك يا ماما. افتح المايك. أريد كمل القراءة. نعم أريد. انتهى كرة كبيرة. عندها كرة، اقريها كلمة، اقريها تل عبو بيها. أحسنتي، أشرب كتابك وأقري. وعندها ساعة كبيرة. تن كبيرة، أحسنتي. تعرف بها الوقت. الوقت، أحسنت أريد وبارك الله بك يا شطورة. أطلب من عندك كتابة اسمك بالدرس القادم حتى أعرفك. جنة. يلا يا جنة. جنة جاهزة؟ يلا يا جنة الآن اقرأينا. ناهدة ناهدة تلميذة. أحسنتي كملي. نشيطة. أحسنتي. إلى المدرسة. تذهب إلى المدرسة، بارك الله بك يا جنة. أحسنتي يا بطل. الآن غياث، هل أنت جاهز يا غياث؟ جاهز. يلا غياث البطل أكمل القراءة. وين وصلنا؟ أنت لازم تعرف، لازم انتبه يا غياث. عندها كتاب. أول شيء غياث أطلب من عندك القراءة بكتابك وليس على الشاشة يا بطل. أين كتابك؟ اقرأ عندها. عندها كرة تلعب بها، وعندها ساعة كبيرة تعرف بها الوقت. الوقت، رائع يا غياث الشاطر، بارك الله بك يا بطل على هذه القراءة الجميلة، شكرا لك. الآن ننتقل إلى تلميذ آخر وراح نسأل. بنين. بنين جاهزة يا بنين؟ نعم سيد. يلا يا بنين نعم الآن اقرينا الكلمات من البداية. ناهدة تلميذة. ناهدة تلميذة عندها نشيطة عندها. لا حبيبتي وعلى كيفك، اقري لي هاي الكلمة شنية؟
تذهب إلى مدرستي. شكرا لك يا بنين الشطورة، أحسنت قراءة صحيحة وبارك الله بك. ننتقل إلى تلميذ آخر ونسأل كوثر. كوثر جاهزة؟ كوثر نعم سيد. يلا يا كوثر الشطورة أكملي القراءة. عندها كرة تلعب بها، عندها ساعة كبيرة تعرف بها الوقت. رائعة جدا جدا يا كوثر الشطورة، بارك الله بك يا رائعة، أحسنتي. يا وردة، الآن ننتقل إلى تلميذ آخر، سارة. سارة؟ نعم سامسة. نعم سامسة. يلا يا سارة الشطورة، الآن أريدش تقري لي من البداية. أقري. ناهدة تلميذة ناهدة تلميذة نشيطة تذهب إلى مدرستي. عندها كرة تلعب بها. شكرا لك يا بطلة الأبطال، أحسنت وبارك الله بك، قراءة صحيحة. ننتقل إلى دانيا. افتح المايك يا دانيا. لامار. يلا يا لامار. يلا الآن كملي لنا يا شطورة. لا ربنا لا مار عندها كلمة قرئيها. نعم عندها ساعة كبيرة. تقري وحدك بدون مساعدة حتى نعرفك يا شطورة. عندها ساعة كبيرة. كملي. كبيرة. اتهجي على كيفك واقرأي يا شاطرة. أول حرف ت. تعري فو. عيديها. تعري فو. أحسنتي. تعري فو. تعري فو. كملي. بي بها. بها. عيديها. بها. أحسنتي. تعرف بها. كملي. تجي. أول شيء شنو موجود؟ الوقت. وقت. الوقت. أحسنتي الوقت. يا لمار، شكرا لك يا شطورة وبارك الله بك. شكرا سانسي. عفوا يا حلوة. الآن تلاميذ الأبطال راح ننتقل إلى أسئلة أخرى وراح نسأل أريد الله يا أريد. الآن مثل ما نشوف أمامنا شنو أكو بالصورة؟ بنت. صورة بنت. أحسنت يا أريج. كلمة بنت تنتهي بالتاء، هل التاء المفتوحة أم التاء المربوطة؟ بنت تاء المربوطة. تاء مربوطة، إذا خليناها راح تلفظ بصوت اله. بنت ساكنة نلفظها مفتوحة. بنت. ليش اختاريت المفتوحة يا أريج؟ من هي ساكنة شنو صوتها؟ بنت. ت.
بنت. وإذا خلينا عليها الحركة شنو صار صوتها؟ بنتون. إذن صوت الت بعده موجود مو تمام يا أريج؟ بنت. نعم. بنتون. بنت. بنتون. بنت. الآن أريج الشطورة إذا هي ساكنة شنو تقرأها؟ شنو نقرأها هسه؟ بنت. أحسنت. وإذا كانت متحركة شنو نقرأها؟ بنتون. رائعة جدا يا أريج وبارك الله بك يا شطورة. ناخذ ضي. يلا يا ضي. نعم سانسي. ضي الشطورة الآن شنو موجود أمامك بالصورة؟ ساعة. ساعة. أنت يا ضي كلمة ساعة هل تنتهي بالتاء المفتوحة أم بالتاء المربوطة أم بالهاء؟ ساعة. ساعة. شو تختارين؟ ضي؟ أمشي التاء المربوطة. أحسنت اخترت التاء المربوطة. ليش اخترت التاء المربوطة يا ضي؟ لأنه هي ساعة إذا بدون أي حركة يصير ساعة. أحسنت رائعة. وإذا خلينا الحركة ساعة تون. إذا نتغير حرف الصوت الحرف تغير ساعة إذا بدون حركة ساعة تون. رائعة دوما يا ضي شكرا لك. شكرا سانسي. عفوا يا وردة الورود. الآن ننتقل إلى تلميذ آخر وراح نسأل إيفان. إيفان. إيفان الآن موجود أمامنا صورة. ما هذه الصورة يا إيفان؟ أولية. الصورة الموجودة أمامنا شنو؟ هذه الصورة ماء. ماء. مياه. مياه تنتهي بالهاء أم بالتاء المربوطة؟ مياه. مياه بالهاء. أحسنتي تنتهي بحرف الهاء. شلون عرفتي تنتهي بصوت بحرف الهاء يا إيفان؟ شلون عرفتي؟ يلا. لأنه ما عليها فتحة ما عليها حركة يا شنو تلفظ مياه بالإه وإذا خلينا الحركة ياهو إذن الصوت الحرف الهاء بعده موجود ما تصارت. أحسنتي أيضاً الشطورة رائعة وبارك الله بك يا رائعة. أحسنتي. الآن تلاميذ الأبطال راح ناخذ أليسار. أليسار. نعم سانسي. يلا يا أليسار الآن الصورة الموجودة أمامك شنو هي؟ معلم. معلم. معلمة. أحسنتي معلمة. كلمة معلمة هل تنتهي بالتاء المفتوحة أم بالتاء المربوطة أم بحرف الهاء؟ معلمة. معلمة. إيش راح تختار؟ المربوطة. التاء المربوطة. أحسنتي رائعة. أحسنتي يا وردة. التاء المربوطة. عرفتي؟ كيف عرفتي إنه تنتهي بالتاء المربوطة؟ إذا هي ساكنة إيش نقرأها؟ نقرأ إيه إذا ساكنة. هي. وإذا متحركة؟ معلمة. رائعة. أحسنت يا أليسار الشطورة متميزة دائما. الآن تلاميذ الأبطال سؤال آخر راح يختار مجتبى. جاهز يا مجتبى؟ نعم سانسي. يلا يا مجتبى الصورة ظهر أمامك صورة شنو؟ أي. بيت. أحسن صورة بيت. بيت تنتهي بالتاء المفتوحة أم بالتاء المربوطة؟ مفتوحة. أحسنت.
كيف عرفت تنتهي بالتاء المفتوحة؟ نعم، شلون عرفت هي ساكنة؟ شنو نقراها؟ إيت. أحسنت. وإذا متحركة؟ إيتون. رائع جدا، وبارك الله بك يا بطل الأبطال، إجابة صحيحة. الآن عفوا يا بطل، ننتقل إلى تلميذ آخر ونسأل عبد الإله. عبد الإله جاهز؟ نعم. يلا يا عبد الإله، بالصورة الموجودة أمامك ما هي؟ فراشة. فراشة. هل تنتهي بالتاء المفتوحة أم بالتاء المربوطة أم بحرف الهاء؟ التاء المربوطة. رائع، وكيف عرفت أنها تنتهي بالتاء المربوطة؟ يعني إذا ساكن بدون حركة شنو يكون صوتها؟ يعني إذا ما بها حركة شنو نقراها؟ فراشة. فراشة، أحسنت بالهاء. وإذا خلينا عليها الحركة الآن ماذا نصبح؟ ماذا أصبح؟ فراشة. أحسنت يا عبد الإله الشاطر، فراشة. رائع جدا، وبارك الله بك يا بطل الأبطال. عفوا يا رائع. الآن تلاميذ الأبطال، مثل ما وعدتكم بنهاية درسنا أكو لعبة. لعبتنا اليوم هي أكو صورتين موجودة أمامكم الآن، صورتين أكو اختلاف بهاي الصورتين، أريد من عندك تركز وتكتشف شنو الاختلاف بين الصورتين. هذه المهارة تساعدكم على التركيز، ركز كل الزين. أكو خمس اختلافات بالصورة، اللي ما شارك يرفع إيده رجاء، فقط اللي ما شارك، أي تلميذ مشارك ينزل إيده. راح نسأل جعفر الصادق. جعفر. نعم شاشي. يلا يا جعفر البطل، ركز بالصورة. نعم. الآن جعفر أريد من عندك تكتشف الاثنين فقط، اختلافين فقط. شنو اكتشفت الاختلاف الأول؟ الاختلاف الأول غامة وحدة. أحسنت، الغامة، هنا موجودة غامة وهنا ما موجودة. أحسنت. الاختلاف الثاني؟ هنا. عيون الولد مزبودة. أحسنت، العيون. أحسنت جعفر، هاي الصورة أنت اكتشفت الاختلافات وحدك، لو أكو أحد ساعدك؟ أنا وحدي. إذا أنت وحدك فأنت رائع ومتميز، بارك الله بك يا بطل. أحسنت. شكرا سانسي. بطل الأبطال. عفوا. الآن محمد أنس. محمد أريدك تكتشف لي بعد اختلافين أو ثلاث اختلافات، أنت براحتك إذا قدرت تكتشف. محمد، أي اختلاف اكتشفت؟ الحذاء. أحسنت، أكو اختلاف بالحذاء. رائع. وبعد الرقم على التيشيرت. نعم أحسنت. وبعد الشبكة. شبكة، ركز، أكو اختلاف بالشبكة؟ أنا أعتقد ما أكو اختلاف بالشبكة. دور بالأرض تلقى أكو اختلاف. الحشيش. بالعشب. أحسنت، هنا أكو هنا حشيش. رائع، أحسنت محمد أنس، وبارك الله بك يا بطل الأبطال. مثل ما شفتوا أبطالنا الحلوين، هذه المهارة تساعدكم على التركيز. دائما انتوا بالبيت العبوا هاي الألعاب المفيدة، تقوي ذاكرتكم وتزيد من تركيزكم. ننتقل إلى صورة أخرى.
كذلك يوجد اختلافات. هنا يوجد ثلاث اختلافات. راح أسأل يوسف حيدر. يوسف؟ نعم سانسي. يلا يا يوسف. يوسف أريد من عندك تكتشف لي اختلاف واحد بين الصورتين. وبعد يوسف محمد عمار حضر نفسك. نعم حبيبي. البنت. فيها مبتسمة؟ هنا مبتسمة؟ نعم ست. نعم البنت. أحسنت يا يوسف بارك الله بك. الآن محمد عمار. يوسف ابقى وياي لا تروح. محمد عمار الآن اكتشف كذاب ثاني. نعم صح كذاب. كذاب قطعة مثل قبعة. محمد شيت القبعة. القبعة أحسنت محمد. القبعة عند الولد. ممتاز يا حمودي. كذاب جدا. كذاب يوسف. قعدك ويا يا يوسف. لمست شلونك حبيبي حمودي. الحذاء. أحسنت يا يوسف الحذاء. الآن أصبح عندنا ثلاث اكتشافات للاختلاف. عفية عليكم يا أبطال وشكرا لكم لجميع من شاركنا اليوم. لهنا تنتهي درسنا. كانت معكم المعلمة حنين جعفر من مدرسة القيم الأهلية. أبطال الحلوين واجبكم اليوم كتابة درس ناهدة تلميذة مرة واحدة فقط، وأيضا كتابة الكلمات التي تحتوي على التاء المربوطة، وذلك بعمل جدول لكل كلمة. الواجب مرة واحدة درس ناهدة تلميذة، وكذلك الكلمات التي تحتوي على التاء المربوطة. شكراً لكم ولانضمامكم للدرس. في الدرس القادم أريد من عندكم تهيئون نفسكم. راح نسوي إملاء. حضروا ورقة وقلم حتى تفتحون الكاميرا وأشوفكم أثناء الإملاء. أطلب من عندكم تهيئون نفسكم حتى تفتحون الكاميرا وأشوفكم، وكذلك تهيئون نفسكم تحضرون ورقة وقلم للإملاء. شكراً لكم. إلى اللقاء في درس جديد.